صباح جديد نطل عليكم في الساعة على الهواء مع برنامج صيف البحرين. فريق الإعداد جهز مواضيع متميزة منوعة وكثيرة للصباح الثلاثة، وأكيد في البداية صباح على زميلي حمد. صباح الورد. صباح النور إيمان. يا هلا والله، شلونك اليوم؟ الحمد لله، اليوم نص الأسبوع فالحماس لحين موجود. موجود الحماس موجود اليوم. إيه يعني بعد مع الكوفي الصبح خلاص يعني أمور طيبة. شربت كوفي أهم شيء. أهم شيء بس ما كثر منه عشان تعرفين. أنت رياضي وحركات وتحاول. وأنت بعد وين ما كنتوا تابعونا، نصبح عليكم بالخير مشاهدينا في حلقة يوم الثلاثاء. إيمان، إيش رأيك في الخيول؟ شلونك وياهم؟ والله يعني أنا جربت يمكن مرتين ثلاث كذي إن أروح حق الخيول وأمارس يمكن ركوب الخيل، لكن يمكن حسيت الموضوع شوية صعب بالنسبة لي. صح. يعني لازم لازم أحد يمكن يدربك في هالشيء، لأن أنا بعد جربت ويعني تجربتي كانت جدا يمكن سيئة، لأن يوم ثاني ألم في ظهري، لأن في تكنيك معين صح عشان أنت تركب الخيل وتكون يعني سموث وياه، فكان وايد صعب. صعب، ولازم تاخذ في عين الاعتبار الامور اللي تلبسها. أيه. وهذه وتتاكد من الخيل، لازم الخيل يكون مروض. انت يعني تشوفها سهله اي احنا يمكن نشوف ان الموضوع عادي سهل. أيه. بس لما تروح وتجرب لا، لازم يكون في خبره. صحيح. معك يعني في هالموضوع. طبعا الخيول اللي كنا نسالف عنها قبل شوي من اكثر الحيوانات اللي تعتبر حساسه وتحتاج لرعايه خاصه. علشان كذي اليوم في فقرتنا الاسبوعيه المتعلقه بالخيول بنتعرف على كيفيه العنايه بالخيول بالتفصيل في هذا التقرير. بشكل يومي أول شيء الخيل لازم إحنا تغذية سليمة، وعقب التغذية المكان يكون لازم نظيف بشكل دوري والاعتناية. بشكل يومي إحنا عندنا أوقات لازم بعد التدريب وقبل التدريب الخيل تتنظف ويصير لها عندها في أدوات خاصة، وفي مثلاً أدوات التنظيف حق الجسم تختلف، أنواع من البروشات حق العرف اللي احنا نقول الشعر يختلف، حق الذيل يختلف، وفي أنواع من الشامبو والشغلات هذا حق التنظيف. يعني احنا بشكل يومي ننظف الخيل، لازم الخيل تحتاج بشكل يومي تنظيف. بس مثلاً وقت بعد التدريب تتسبح، بخصوص العناية أكيد يختلف، مثلاً في تنظيف البوني أو الحصان هو نفس الشغل، بس أكيد بيصير أن الوقت أزيد من ناحية اعتناية الجسم وهاي وايد، لأن يعني الحصان وايد جسمه حساس، لازم بشكل يوم يعني يحتاج حق مداراة وتنظيف وهاي. من ناحية في التطعيمات يعني حق السباقات كل 6 شهور نطعمها، أول شيء نطعم أول تطعيمة، وبعد 20 يوم التطعيمة الثانية، عقب كل 6 شهور نرد نطعمها. من ناحية الغذاء أو أكل الخيل يختلف، في الخيل حق المسابقات تختلف، في الخيل حق التدريب العادي تختلف. كمية الأكل لازم تتوزع على الحصان، ما تعطي الحصان مرة واحدة كميات متفاعلة، ولازم يعني في حسابات عندنا نحسب شقد يحتاج الحصان في اليوم الواحد من الأكل ونوزع التغذية له. في التغذية السليمة اللي احنا مثلا نعطيها من ناحياتنا، احنا نغذي 3 مرات في اليوم، نغذي مثلا الصبح والظهر وفي الليل، ويكون الهي أو الحشيش اللي تحت الخيل يكون 24 ساعة موجود، من أهم شيء هاي، والماء بعد يكون 24 ساعة موجود عند الخيل. بس من ناحية الأكل الثاني الأشياء المركزة وهاي لازم بوزن ولازم بوقت نعطيها، وتختلف مثلاً حق السباقات التغذية تختلف، حق التدريب العادي التغذية تختلف. من ناحية مثلاً مرة في اليوم نعطي مثلاً ساعة اليزر أو التفاح، هذه حق الخيل.
بس يجون التلاميذ اللي عندنا تعرف بعد كل تدريب وهاي يعطي في سناكس خاص حق الخيل او تريتمنت خاص حق الخيل. عودة مشاهدينا، ننتقل للفقرة الثانية. ضيفنا اليوم هو ضيف متعدد الاهتمامات، عمل على استغلالها في آن واحد، يهوى الطبخ بالإضافة إلى السيارات والدراجات وتصميم الفعاليات. من خلال شغفه وممارسته لفنون الطهي لم يتوقف طموحه على تعلم الطهي بطريقة احترافية، بل أسس مشروعه الخاص وهو مطعم يتميز بتقديم الأطباق اليونانية المبتكرة. ضيفنا اليوم هو الشيخ عبد الله بن أحمد بن إبراهيم آل خليفة. نرحب فيك في برنامج صيف البحرين. هلا هلا اخوي حمد، كيف حالك اليوم؟ يا هلا مرحبا الحمد لله كل شيء تمام الله يسلمك. اول شيء راح نتكلم عن موضوع شغفك، متى بدا في موضوع الطهي؟ والله بدا من زمان، اول ما بديت الجامعه من السفر كل شيء تغير عليك. الاول في البيت اكلينك مشربينك مرقدينك تضطر عقب تتعلم كل شيء. اي عقب تضطر تتعلم كل شيء. فيوم رحت الجامعه في السكن بديت اروح اتسوق اشتري اغراضي هذه واطبخ، عجبني الوضع. عقب كم من شهر بداوا يعني الناس يتذوقون ياكلون الشباب، تخبر العرب ما شاء الله عليهم هناك اذا حصل احد يطبخ لهم يطبخ لهم خلاص يلا. قاموا قالوا ايش رايك نتحاطط ونشتري هذه وتروح تشتري لك وتسوي لنا منيو ان احنا ناكله. قمت اطبخ لهم ريوقهم وغداهم وعشاهم، فصار عندي يعني في جهه ثانيه هذه اللي تفكر فيها بزنس. انت قاعد تسوي كيترنج بس الاول المخ ما صح بس عايشين حياتنا يوم بيومها. ومن هالشيء تعلمت شوي شوي، بس الاول كنت اخلط على ذوقي. اي ف يعني لك خلطاتك ولمساتك الخاصه يعني. والله اخربط تطلع زين. حبيت اخربط يطلع زين. هاي موهبه اللي يعني نقدر نقول الشيخ ان هاي ابتدت معك، يعني دخلت عالم المطبخ على هوايه نوعا ما. هل حاولت انك تنمي من نفسك، تاخذ كورسات اونلاين ولا تحضر حتى عدد من الورش؟ لا والله ما هذه لا تعلمت كل شيء بس من القرايه، يعني اقرا في الوصفات واحاول اخلط دي بدي بدي، يعني اخذ وصفه مثلا صيني يخلط معه مكسيكي يخلط معه. بس بعدين هذا الشيء تغير فيني يوم بديت أشوف بديت أختلط مع الناس وأختلط هذه تشوف في وايد مثل عندك اليونانيين خاصة اليونانيين والأسبان عندهم فخر في أكلهم وفي ثقافتهم وفي إذا أي أحد من خارج الدائرة هذه ويبتدي يسوي شيء إذا ما تسوي بالطريقة الصحيحة ينتقدونك. لو انتقادهم ما يكون سلبي دائما. لا لا سلبي 100%. فمن كذي الحمد لله ان انا الحين في الاكل اليوناني احترمت الاكل اليوناني وطريقه هذه، يعني حتى الاشياء الاساسيه مثل الزيت مثل الجبن مثل هذه اجيب الشيء الاصلي عشان ما ينتقدوني. فهذا الحمد لله اللي لما تدخل المطبخ تدخل يعني بكل كل التفاصيل ومحترم. لا 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 باحترام، احترام احترام الوجبة الأكل يعني بعثة تاريخي عشان ما يودونك من أي مكان. يعني حتى يعني في شيء وايد أحاول أنا أبتكرها من نفسي، حتى الكاتشب المايونيز عشان لو مثلا لا سمح الله خلص من السوق هذه على الأقل أنا عندي الأساسيات. عندك الأشياء. عندي الأساسيات. إيش ذنب الكاستمر؟ مقادير أساسية صح. ما عندي. أقول له السبلاير مثلاً ما عنده. فهذه أشياء
من علينا. من اللي يعني انتبه لموهبتك مثلا؟ انت الحين قلت لي انك كنت مع شباب وكذي وضاقوا اكلك، من الاشخاص اللي قال لك والله اكلك ترى لذيذ؟ يعني ساعات ممكن في احد يجاملك، ساعات ممكن يقولون لك حلو. اذا جاملني وانا مو ادري هذه مصيبه. مشكله. من اللي حسيت انه خلاص انت متى حسيت ان انت خلاص انت اكلك تمام وبديت انت يعني كذي خلاص تاخذ خطوه انك تفتح المطعم وتدش هذا المطعم؟ بالصراحه يعني انا للحين عندي خوف اني افتح شيء جديد، دائما هذا شيء طبيعي، مع ان الاول كان عندي مطاعم قير بفتيكي اشتغلت فيهم وسوينا وصفات وايد، في وصفات طلعت انباعت، في وصفات ما انباعت، يعني هذه كلها مع الوقت الواحد يبتدي يجرب وبس وتجمعهم على صوب. بس ان يعني اكتشفت ان انا اقدر اسوي هالشيء للحين، ما اكتشفت لان اللي صار الحين يعني في هالمطاعم هذه كلها بفتيكي الحين مثلا كلها اشياء مترتبه على تخطيط يعني لمدة بسيطة وتخطيط لمدة بعيدة. أن إحنا السوق في البحرين هنا ترى سوق وايد صعب، مو بسهل، كلش مو بسهل. من أي ناحية؟ مو بعن منافسة، من ناحية المشتري. المشتري إحنا في البحرين هنا عارف شابي، يعني ما تقدر تقول حق المشتري والله أنا جايب لك أنقص بيف وأنت جايبه من مكان ثاني. لا يعرف. هذا يدل على ثقافة المجتمع البحريني في الموضوع. وايد صعب، وايد صعب. فأنت هالشيء هذي يعني ما بي، وإحنا الحمد لله يعني في احترام ولباقة، ما بيقول لك والله هذي بيحرجك في نفس الوقت، بس بيمشي عنك خلاص. لا تتوقع إنه يكون ريتير كاستمر يرجع لك مرة ثانية، إنه يرجع لك مرة ثانية. ويمكن في بعضهم بيطرش لك كومنت على الـ على الـ على الـ اللي في بعضهم، لا بعضهم بيطرش لك كومنت على الخاص والله كيت 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 كيت. وهذا الشيء يعني انا وصلني شيء وخلاني في مطعم يمكن خلاني في مطعم المطاعم اغير كل شيء كل شيء. بس تشوف هاي شيء زين صح؟ شيء ممتاز، شيء ممتاز، بس باحترام. باحترام اكيد. احنا في ناس يعني يدشون لك على الكومنت في الانستغرام فانت الرد شلون يكون؟ الرد لازم يكون بغمه اللباقه والاحترام. وهذه ليش؟ لان عقب الناس الثانيه بتشوف ردك صح، بتقول والله انت فلان انت اللي غلط. زين، انا هذه نصيحه حق كل شخص في بزنس اصحاب المطاعم او اي مشروع ثاني. ردك لازم يكون بلباقه، يعني اختار الكلمات الصحيحه في الرد، لان بتشوف انت اكثر من كومنت سلبي، واذا يكون انت ردك ايجابي الحق يكون معك. يمكن في نظر المشاهدين او الناس بشكل عام، الراي العام. الشيخ انت ذكرت قبل شوي موضوع ان انت لما دخلت المطبخ اليوناني دخلت بكل حذافيره وتفاصيله، ويمكن تعمقت في موضوع الثقافه اليونانيه عشان تعرفها اكثر. هل فكرت انك تنقل ايضا خلينا نقول الاكل البحريني، الثقافه البحرينيه، تعرف يمكن اثناء دراستك برا كنت تقول لهم ان هاي ترى اكلنا هاي بهاراتنا؟ برا كنت اسوي بس في البحرين ما في مجال، لان انت طبعاً يعني من بين محل بحريني، محل بيض وطماط، محل بلاليط، صح. فيعني انت تدش سوق موجود شوي صعب، مو بصعب، بس ان انت الـ شلون تكون مميز. كل ما صار الواحد مميز كل ما صار اقبال عليه، لان في شو اسمه في شيء جديد في السوق الناس تبي تروح له. نعم، في مطعم يونانيين في البحرين، مطاعم يونانيه، بس البزنس بلان كامل، طريقه البزنس، انا غير ذاك غير هذاك، تفرنا واحد مثل مطعم عائلي، انا اللي يسمونه ستريت فود. يعني اكثر شيء اللي يعني مثل ما تقول محل برجر، محل ستيك، محل في تنوع في الاصناف، في تنوع بس كلها لحم. الشيخ ايش قد ياثر طريقه البرزنتيشن؟ يعني انت الحين شلون انت تقدم الاكل في اجواء تكون على نفس نوع الاكل اللي تقدمه اليونانيه مثلا، وانت مكانك كموقع يمكن او كطريقه ديكوره، ايش قد هذه ياثر انك تعطي المستخدم او اللي بيك الزبون تعطيه هذه الاكسبيرينس؟ شوف انا الموقع المطعم مقصود،
والله يحفظ الشيخ خالد بن احمد فهم يوم ياني وزير الخارجيه السابق ياني المحل وفهم اللي صاير يعني حتى في الكومنت ماله كتب في قلب السوق القديمه وشيء كذي. المنطقه لها بعد تاريخي سوق الرفاع الشرقي ويمك القلعه لها بعد تاريخي صح. والبيت اللي فيه تقريبا يمكن حول 75 80 سنه البيت اللي موجود فيه المطعم وتاريخ اليونان لها بعد تاريخي والاكل ان انا مساويه بالطريقه اليونانيه الصحيحه بعد مقصوده فهمت يعني في يعني ومقصود ان انا في مكان ما في بركات يعني انت اساسا اللي ركزت على هذه النقاط ركزت على حتى تفكير. حتى سبق المحل مرة انت جيتني جيت وشفت المحل وصورتك المره سويت الفيديو انزين وايد مهم ان احنا نبيع اكسبيرينس تجربه بدل بس اكل صح في المطاعم بعمل لا انا ابيع تجربه انك ما تحصل بارك سياره تجربة انك توقف على الشارع وتتمشى داخل السوق حلو التمشى داخل السوق تشوف من بين الناس يعني احنا ما شاء الله الجاليات الهنديه والباكستانيه وهذه ما بتشوفهم مثلا في 338 ما بتشوفهم والله حتى يهال يلعبون كوره برا ترى هذه حق بعض الناس يكون اكسبيرينس يعني انا شيء يأسفني تبون صراحه ان الخليجيين زين والاجانب اللي مثلا يعني انا يوني مكسيكيين يوني روس يوني اكثر من البحرينيين اول ما يون مو كلهم يعني مو كلهم بس وايد كومنت تحصل انا ما ابيك لان الكار بارك انا ما ابيك لان بس اتوقع هذه التجربه انت اللي تبيها يعني حلو انك انت قاعد توصل مسج وهم قاعد ياخذون المسج انا ودي اسالك اذا تسمح لي الشيخ بخصوص هذه الفترة احنا قاعد نمر يمكن في هذه الأوضاع أزمة كورونا يمكن المطاعم أغلبها تسكرت لكن رجعت افتحت المطاعم شلون عشت هذه التجربة أنت كصاحب مطعم كصاحب مشروع أحسن وشلون شفت الإقبال من خلال هالفترة أحسن شيء فيها أنه صار عندي وقت أني أعدل صار عندي وقت وزير الصحة الصيني أتذكر قال احنا طبعا أول ما بدأ رحنا حق الفريق الطبي لمكافحة كورونا وخذنا كل اللي طلبوا منا الإجراءات والتعليمات اللي طلبوها منا ووفرناهم عقب قلنا الحين شلون يعني نقدر يعني بعد نحن نروح نزور شفنا وزير الصحة الصيني أو رئيس وزراء الصيني ما تذكر من واحد منهم قال do not invite the virus to your house يعني لا تعزم الفيروس لا تعزم الفيروس يعني لا تدخله داخل فقلت حق الموظفين رسمنا خط في الأرض متر بعيد عن الـ عن الـ عن الكاونتر زين حط قلنا كتبنا عليه دونت باس وما شلنا الكراسي كلها خلينا كرسي بعيد عن الطوفه فاللي دش بالطلبات والله شيء اوتوماتيك شو يسوي؟ يروح يقعد على الكرسي لو الكرسي موجود ايش بيسوي؟ بيتسند على الكاونتر فهمت شو سويناها؟ وحطينا اعلان برا انه لا تدشون يعني وحطينا لوجو حط يدين كذي على بعض محطوط عليهم اكس وبكتب عليها نو اوفنس حلو ركزتوا على هذه الامور الصغيره فهم لا شعوريا يجون يدشون يشوفون الخط ويشوفون كرسي يروحون قاعد على الكرسي والله بعضهم ما يدشون يعني نحط مثلا بديب لكم الاكل برا طبعا موظفينا ما يتعاملون ويا حد بدون كمام التنظيف طبعا هاي مرتين مستمر الموظفين كان اول خطوه خذتها الموظفين قلت لهم تحملوا وطلعوا من حجراتكم يعني دوام حجرة دوام حجرة فالحمد لله يعني أشوف على ما عندي موظفين وايد لو موظفين وايد بس تتحكمين فيهم دائما بيطلعون بس الحمد لله يعني الحمد لله وشلون شفت الإقبال من عقب يعني ما تسكرت وفتحوا المطاعم طحنا يعني عقب بدينا شوي عدلنا الأشياء الطعام بدينا نشتغل ويا محلات ثانية حلو الزين اللي صار الحين عندنا إن الأول كنت مثلاً أطلع من الدوام أروح أبدل أقدر أركض أشتري أغراض فلأن الحين صار كله تباعد اجتماعي فاكتشفنا الطريقة إن كل اللي نحتاجه في المحل يوصلنا بالتليفون صح هذا شيء وايد زين إحنا ما لازم أنا أكون صرنا نعتمد على الأونلاين في كل شيء في الحين. كل شيء مو بس إحنا ضبطنا روحنا المجتمع البزنس في المجتمع كامل ضبط روحه فصارت إنه
chain reaction of يعني بعد اتوقع انه لو يتم الكورونا زود بس هذا بتمون في بيتكم صدق بتمون في بيتكم كل شيء بيصير اونلاين كل شيء بيمشي بس هذه الاوضاع يعني طلعت لنا اشياء ابتكارات جديده صح طلعت ممتازة. مواهب وابداعات في هالجانب يعني انت حتى يمكن في حالك في البيت وقص شعري صح يعني طلعت لك افكار حتى يمكن انت قلت لي صارت لكم صعوبات لكن طلعت لكم افكار جديده عشان انت تمشي هاي البزنس سرفايفل انستنكت لازم لان الواحد الحين ما يقدر يقول انا والله بصك وبفتح عقب خلاص وسكت مثل الموضوع بتنمحي بينسونك الناس بس حلو يعني نحن قاعد نشوف ان جميع اصحاب المشاريع وجميع اصحاب البزنس انهم قاعد يحاولون يطورون من روحهم خلال هذه الفتره اللي مرت علينا فاحنا جدا سعيدين تواجدك وحضورك معنا الشيخ والله استمتعنا معك واستفدنا معك ان شاء الله نشوفك على خير وشكرا على حضورك نورت الاستوديو شيء واحد تفضل من مثلا تمكين ومن الجهد ضروري ان يعلمون كل بحريني كل بحريني ما ينتظر يروح شيء من الحكومه والله من تمكين والله هذه اذا بتطور من نفسك جوجل بس دش جوجل وصفه شلون تسوي بي او اس شلون جوجل الحين استعمل جوجل نصيحه ترى كل شيء تبيه على جوجل تعلم شلون هات ستارت اب بزنس تروح تاجر يقول لك والله اجر محل روح دور لك محل اجره اللون فهمت جوجلت كل شيء الحين موجود الحين جوجلت على يعني جوجل. يعني انت بتلاحظون الفرق في الحياه اذا الواحد يعني حتى تلفونك انت بتتعلم شلون تسوي في السيتنج بعد احنا ندوره يا يوتيوب يا جوجل تروح صح. جوجل وتحط تلفون ثاني يمه وتسوي الابلكيشن ترى نفس الشيء تقدر تستعملين في البزنس في الهوم بزنس في اي شيء في كل شيء في الحياه بشكل عام كنا نشكرك على هذه النصيحه اللي احنا يمكن شخصيا يعني بنستفيد منها بنستفيد منها ان شاء الله جربوها شكرا لك يعطيك العافيه مشاهدينا اكيد بعد يعني خلونا نتكلم عن شلون نحقق اهدافنا هذا العام بالتزامن مع الحجر المنزلي لكن من بعد هذا الفاصل حياكم الله من جديد مع بدء التأقلم على الحياة الجديدة والتعايش مع فيروس كورونا يتساءل العديد منا عن تحقيق أو طريقة تحقيق أهداف هذا العام بالتزامن مع الحجر المنزلي هذا اللي بنتعرف عليه مع الكاتب والمدرب في التنمية الذاتية أحمد آل نوح صباح الخير أحمد كابتن شلونك اليوم؟ صباح الخير والسرور شكرا على الاستضافة وأنا سعيد جدا بأن أكون معاكم في هذا اللقاء وإن شاء الله نفيد الجمهور الكريم إن شاء الله وإحنا أسعد بس في البداية لو تسمح لي كابتن أكيد أوجه يعني رسالة حق المشاهدين أو أخبركم أن موضوع حلقتنا اليوم تقدرون تتناقشون عليه وإذا عندكم أي استفسار بخصوص موضوع اليوم تقدرون تتصلون على الأرقام اللي ظاهرة أمامكم أسفل الشاشة طبعا في البداية بتكلم معاك كابتن أحمد اليوم موضوعنا جدا مهم يمكن قبلها وكنت أقول لك إنه يمكن في الكثير منا ما يعرفون عن هذا الموضوع لازم صحيح. لكن لازم يعرفون عنه اللي هو إيش كثر مهم إن إحنا لازم نحط هدف في حياتنا بالضبط طبعا إيمان مسألة الهدف أول شيء نحدد شنو معنات الهدف الهدف في اللغة إحنا نسميه الطريق إلى الوجهة أو ممكن نسميه النهاية الحاسمة هذه معنات الهدف النقطة الثانية ليش مهم يعني يكون عندنا هدف؟ لأن لما يكون عندنا هدف مش مهم فقط التحفيز إن نحس الحياة مثلاً قاعدة تمشي لا المهم إن إحنا نحس إن بكرة شنو بيصير عندنا سيطرة على حياتنا هذا رقم واحد رقم اثنين من فينا ما يحب يكون سعيد؟ أكيد صح؟ كلنا زين فلما نحب نكون سعيدين لازم يكون عندنا هدف لأن غير ممكن الإنسان يكون سعيد إذا ما كان عنده هدف في ارتباط كبير بين الهدف وبين السعادة. المتعة ممكن أنا أستمتع في حياتي بأشياء بسيطة بسفرة بشوكليت لآخرة لكن السعادة مختلفة السعادة تكون لونج تيرم تكون طالعة من الداخل المتعة طالعة من الخارج فلما يكون عندي هدف فبالتالي لازم أكون سعيد فأي إنسان يحب يوصل للسعادة لازم يفكر بوجود هدف في حياته على أساس تكون حياته تحت السيطرة ويضمن أنه يملك زمام الأمور حلو. كابتن تكلمت عن أهمية الهدف لكن أكيد الأوضاع الحالية وكورونا أثر على هذه الأهداف فإيش قد أثرت هذه الأوضاع على الأهداف الشخصية اللي عند الناس طبعاً أثرت مو بس على الأهداف الشخصية فقط أثرت على المجتمع كله في ظروف اقتصادية في 5 ملايين وظيفة في العالم العربي فقدت وفي العالم أيضاً وفي نوعاً ما اهتزاز في الأمن الصحي العالمي
في امور كثيره قاعده تصير حاليا مش على مستوى الاهداف الشخصيه فقط. اي انسان طبيعي لما يمر في هذه المرحله بمر بعده مراحل. المرحله الاولى بمر بحاله من الانكار ان لا الامور طيبه ما في شيء ما بلبس كمام، تعرفون شلون تصير الامور. الامور الثانيه بمرحله من عدم السيطره انه هو يحس بحاله هيجان، ما اقدر اقعد في البيت، الامور صعبه. بمر بحاله غضب، بعدين بصير اكتئاب. اتوقع شفتون يعني حالات كثيره مرت بالاكتئاب، حاله عدم التوازن النفسي خلال هاي الفتره. مؤخرا او اخيرا بوصل حق مرحله شنو، مرحله التاقلم القبول. احنا بدورنا خلينا نقول يعني نحب نوصل للناس هذه الفكره، لازم يوصل حق القبول، لازم يحاول يتاقلم مع هذه المرحله، لان هذا الموضوع يمكن يطول، يمكن الامور ما راح ترجع مثل ما كانت في السابق. الكل قاعد يقول هاي يعني الامر ممكن تكون احسن، ممكن تكون اسوء بعين الشر. تمام، ففي تاثير كبير، في تاثير يعني جبار انا بصراحه اقوله على موضوع الاهداف الشخصيه. بس كل واحد درجه الوعي اللي عنده، ناس تمتلك وعي كام، وعي كبير ممكن تسيطر على الامور، ناس وعي منخفض يمكن شوي تتاثر بالامور، تاثر اكثر، تاثر بالامور، تاثير نفسي اكثر، تاثير نفسي نعم، وتاثير حتى احيانا عملي. في اهداف مثلا تتعلق بالسفر، شلون راح يقدر يسافر. نعم، بس في ناس ممكن تخترق بدائل، يعني مثلا اخوي حمد بعد اخبر في الرياضه تمام اي بالجيم، فلاحظت انت اول ما صارت موضوع الكورونا الكل هجوم على محلات الرياضه، اخذوا كل الادوات ولا شيء تملينه، كل شيء خلصوه. ففي ناس اخترق بدائل على اساس ان هي تمشي امورها، تمشي اهدافها. حلو، يمكن ذكرت ان يعني الواحد لازم يتاقلم مع هذا الوضع ويحاول انه يحقق اهدافه باي طريقه او باخرى، حتى لو كانت الاهداف مو موجوده حاليا مثل السفر او غيرها من الاهداف اللي تكون شويه صعبه علينا. لكن انا ودي اسالك هالسؤال، يمكن كثيرين يبون يتسالون اكثر عنه، هل تشوف في وعي من قبل الاشخاص انهم فعلا يحطون هدف في بدايه مثلا في مرحله من مراحل حياتهم او في بدايه السنه ويحققون هذا الهدف لنهايه السنه؟ هل فعلا في كميه اشخاص يعني فعلا تحط الهدف وتحققه؟ احنا نشوف في حماسه زايده، يعني بدايه كل عام احنا كنا عندنا حماسه زايده، حماسه كبيره، صح، خلال هذا العام راح نحقق 10 اهداف. صح صح، نوصل الشهر الثاني، الشهر الثالث حماسه تنقل تقل تقل تقل، فالاهداف تكون زيرو امانه. ايش اللي يصير هنا؟ يصير ان الناس ما قاعده ترسم، ما قاعده تتخيل نهايه المطاف، تتعلق فقط بالرحله. يعني تشوف مثلا رحلة صعبة، فعلا رحلة صعبة، يعني كنا نحب نتغير مثلا من A إلى B، صح، من حالة لحالة أخرى، لكن هذه الحالة اللي في النص ما حد فينا قاعد يحاول إنه يستمتع في الرحلة، ما حد فينا يحاول مثلا يتأقلم معها، يحس بأهميتها. مثال خلينا نتكلم عن الرياضة على سبيل المثال، من فينا ما يحب يكون عنده جسم رياضي؟ الكل، صح، بس كم واحد فينا يلتزم؟ مو كلنا. يعني في ناس تحط لها هدف وتشتغل عليه، وفي ناس تحط لها هدف ما تشتغل عليه، يعني صح، مجرد الهدف موجود، صح، لكن ما تتعب كل هاي التعب عشان توصل لها. على سبيل المثال شهر رمضان الكل يقول هدفه ان انزل وزن، اول اسبوع تروح الجيم مثلا مليان، صح، بعد اسبوعين الجيم فاضي، صح، بعد هالجيمات الجيمات تلعب والبلاليط يلعب. فالموضوع شو الموضوع، انه ما يشوفون يعني الخيال او قوه الخيال، هاي يعني مهاره طبعا مهمه، ما يشوف الصوره النهائيه راح يوصل لها، يشوف فقط المجهود. فاحنا نقول للناس دائما السعاده معناتها انت تستمتع بالرحله، كل ما قدر يستمتع بالرحله راح يشوف ان النتيجه يعني جباره وتستحق الوصول اليها. شو تقول حق الناس اللي تحط لها اعذار؟ شو تقول لهم مباشره؟ اللي حق هاي الناس اللي نتكلم عنهم اللي يحط له هدف وما يشتغل عليه، او 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 اوضاع كورونا اثرت عليه وترك اهدافه وقعد في البيت طبعا بطريقه انه هو حتى الاهداف مالته تركها. نقول له في مثل يقال اللي هو قم يا رجل فاذهب للعمل فاستما لا تمطر لا ذهبا ولا فضة. فلازم إذا كان هذا الإنسان فعلا يحس أنه هو يحب يكون إنسان منتج، إنسان معطاء، يخلق تغيير في المجتمع، فلازم يتحرك ويحقق أهدافه. sitting at home إنه ما راح يعني إذا ما راح يحاول يتحرك راح يفقد الحافز، يفقد التركيز، راح تنتهي السنة وراح يكون مرة ثانية في حالة المربع الأول. بخصوص التحفيز، نعم التحفيز مهم، الرحلة قد تكون صعبة، نعم، بس لازم هو بعد في النهاية يحط له يعني نظرة نهائية، يعني العمر يمشي، أوكي، نهاية المطاف أنا شنو حققت لهاي السنة؟ فحتى الله سبحانه وتعالى خلقنا في هاي الحياة لنجي رسالة معينة، فأنت يا إنسان شنو رسالتك في هاي الحياة؟ شنو حققت؟ في ظروف كنا نتعرض حق هاي الظروف، كنا نتعرض حق صعوبات معينة، نعم، بس لازم في النهاية إن إحنا يعني نتأقلم ونحاول نوصل حق الأهداف، نعم، ونحقق الأمور اللي إحنا لأجلها وجدنا في هذه الحياة. يعني شخصيا احمد انا ودي اسالك، انت ايش سويت في الحجر المنزلي؟ وهل هل عندك هدف وحققته خلال هالفتره؟ واذا للحين ما حققته، هل اوضاع كورونا هذه ممكن خلتك شوي يعني تاخذ الهدف على ما توصل عليه بشكل بطيء؟
نعم، أنا شن حققت في الأجل المنزلي؟ أنا لو بقارن بشكل يعني صريح الستة أشهر الماضية العام الماضي بستة أشهر في العام هذا، أعتقد هذا العام كان بشكل يعني كبير أفضل. ليش؟ نعم، لو بقارن مثلا ورش العمل اللي عملتها هاي السنة واجد أكثر، وجود الكورونا، استمرار في التدريب هاي السنة واجد أفضل. اللي صار شنو؟ اللي صار الكورونا طلعتنا من الروتين الاعتيادي. احنا كنا جالسين مثلا حياة مدنية، تروح للشغل ترجع النادي البيت، هذا الروتين احيانا يبطئك عن الامور. صارت موضوع الكورونا الانجاز صار اكثر. ليش؟ انك تتحدى نفسك ان مش الكل يقدر انه يتحرك، مش الكل يقدر انه يتمرن كل يوم، مش الكل مثلا يقدر انه يسوي مثلا ورش عمل كل يوم او يعني بشكل مكثف. فصار في تحدي بينك ونفسك عن هذا الموضوع. الموضوع الآخر إن هو أنت داخلك لأي درجة عندك الواي قوية، هاي جولدن سايكل حق كاتب اسمه سمارت اسمه سايكل عفوا، أي درجة عندك أنت الواي لماذا قوية داخلك على أساس إن أنت تحقق هاي الهدف. كل ما كان عندك وعي كبير داخلك إن أنت هاي الهدف مهم، سوري بس حياة أو موت، فراح أن تبذل يعني قدر المستطاع عشان تحقق هاي مجهود مجهود الكبير. حلو أن نشوف أن الناس استفادت أصلاً من هاي الأوضاع. يعني في يمكن يقول لك تأثرنا سلباً أخيراً. في أحد قال أنه استفاد. استفاد في هذه السنة. طبعاً عندنا اتصال. فاطمة. أهلين. تفضلي فاطمة. عندك سؤال. بس أسأل كوتش أحمد شلون أرتب أهدافي خصوصاً إذا كان أغلبها مهم. طبعاً سؤال جميل، شلون أرتب أهدافي إذا كان كلها مهم؟ نعم، إحنا كبداية السنة نحط لنا أهداف تعلق مثلاً بالسفر، بعمل، بأمور. أنا من داخلي شنو أقرب شيء لقلبي؟ شنو أقرب شيء لرسالتي في الحياة؟ تمام؟ مثلاً ممكن تكون أهداف ممكن تؤجل، على سبيل المثال السفر ممكن أجله السنة القادمة في حالة الأمور كانت يعني أكثر هدوءاً. تمام؟ في أمور قد تكون بالنسبة لي يعني تتعلق بالتطوير الشخصي، قد تكون عمل، قد تكون مثلا بناء منزل، هاي ممكن اشتغل عليها انا بشكل دوري بشكل يومي ومن الان. في نقطه مهمه، نعم، لما اقول اهداف مو لازم انا احقق الهدف كله بكره او بعد بكره، لا، الهدف جزء جزء من الاهداف، اجزاء من الاهداف. نعم، في لقاء سابق انا تكلمت عن شيء اسمه العادات الخمس او الضربات الخمس. شنو هو؟ ان انت تجمع اهدافك السنويه كلها وكل يوم نسوي خمسة أهداف صغيرة تعلق بهاي الأهداف الكبيرة. أوكي. مثلاً عندنا رياضة، عندنا مثلاً كتابة، عندنا مثلاً عمل، مشروع خاص، هاي الأمور، فاميلي ولا آخرة. كل يوم نسوي شيء صغير من هاي الأهداف، راح تلاحظ بعد شهر شهرين ثلاثة أنت كملت أهدافك كلها. بس يمكن يخلينا أسألك هالسؤال أحمد، يعني يمكن أنا اليوم عندي ثلاث أهداف مهمة، بس مع الوقت أكتشف إن هدفين يعتبرون مو مهمين، فشون أعيد ترتيب الأهداف عندي؟ شو ممكن أعيد ترتيبها بحيث إن أنا حطيت ثلاث أهداف مهمة بعدين صاروا بس هدف واحد مهم والهدفين عادي ممكن أستغني عنهم ليه بعدين؟ نعم، هو المفترض في النهاية على أساس إن تحسين طعم الإنجاز أنت تحققين الإنجاز أو الهدف لفعلاً تشعرين إن هذا يعني هذا الهدف يعني ليه علاقة كبيرة بالإصالة الموجودة داخلك. نعم، أوكي. في أهداف في حياتنا أهداف قد يعني قد تكون موجودة لكن ما راح تعطيني طعم الإنجاز في النهاية، أوكي؟ ما أقدر أقارن مثلاً أقارن بين سفرة على سبيل المثال وبين مشروع، أوكي؟ المشروع بالنسبة لي أهم أكبر، راح أحس بطعم الإنجاز بشكل أكبر بمراحل عن أمور ثانية. فأنت من الداخل شنو أقرب لك؟ شنو راح يعطيش السعادة بعد نهاية الإنجاز هذا أو نهاية هذا الهدف؟ فأنت تحددين شنو الطريقة أو شنو المعيار. حلو. كابتن، كتبت مقال في شهر أبريل اسمه عندما شكرت أمي الكورونا. ليش؟ شنو يعني العنوان؟ يمكن شيء صادم. صادم. كلمني عن هالمقال وليش كتبت؟ إن شاء الله عاد تشوفنا حين أم أحمد. وجه لها تحية أم أحمد. اللي صار شنو؟ اللي صار الله يسلمكم، تعرفون أيام العادية إحنا ما نقعد في البيت، كلها طالعين، نكون مشغولين بالشغل، مشغولين بالوظيفة، مشغولين يعني مع العائلة وهاي الأمور. فصارت جربت الاهل لبعض. خلينا كل يوم في البيت. انا مع الاخوان نتمرن في يعني سويت لي نادي صغير في البيت زين، ونطالع بعدين فيلم، وصار في يعني تعرف في ترابط اسري جدا صار حلو. قوي. صار قوي. فالوالده قالت ما شاء الله شكرا للكورونا ان هي جمعتهم. ولكن حطوا تحت ولكن خطين بعد مرور اسبوعين فقط قالت
خليت كورونا تروح كربلوني. اكيد اكيد. يعني فعلا هالمواقف يمكن كلنا حطينا فيها يعني. مليت منكم روحوا خلاص. هم يبون حوالينهم الاهل الله يحفظهم، لكن بعد مو متعودين يمكن على الدوشة اللي تصير في البيت او الازعاج او الاخوان مع بعض غير شباب. ها لاعبين كره كاسرين شيء في البيت، يمكن كاسرين مزهريتها عصبت، عرفتوا الزرع مالي مثلا، خذ الحوش يلعب فيه دنوب دنوب ما في جم الدبابة مال الماي استخدمه الحين. اي صح. يعطيك العافيه احمد، والله سعدنا تواجدك وحضورك معنا اليوم. شكرا فعلا نورتنا اليوم. شكرا لك، شكرا جزيلا على الاستضافه، هذا واجبنا. مشكور. الابداع مشوار ما له نهايه مثل ما سمعنا، تقدر كل يوم تنمي وترفع من سقف طموحاتك ومواهبك الشخصيه. يمكن هذه هي الرساله اللي حاب يوصلها لنا ضيفنا المدرب احمد النوح، وترجمها على ارض الواقع احد الفنانين البحرينيين اللي عطوا الكثير في مجال ابداعهم، نتعرف عليه في هذا التقرير. على بالك موزه تشيكيتا. طاقه محدوده جدا جدا، ولكننا ننتج نفس الإنتاج. يحيى عبد الرسول ممثل بحريني، مزج بين الفن المسرحي والتلفزيوني لما يقارب 40 سنة، أبدع فيها لإدخال البسمة والضحكة للمشاهدين. هي علاقة ابتدت منذ الطفولة وامتدت إلى هذا العمر. كنا احنا طبعا في فريق واحد وكنا جيران، وايامنا كنا احنا ندخل بيت الجيران بدون استئذان، وكذلك الجيران يدخلون البيت بدون استئذان، وتكونت هذه العلاقة الوطيدة منذ الصغر. تعال 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 تعال، وين الأسد؟ ما في. تعال هاي جذع ذي، مو أسد جذع، هاي جذع. عطاء الفن ما ينضب وما ينتهي، وهذا ما أكده يحيى في مسيرته الفنية. فكيني من العذرة، لا تخربين مزاجي. بايكنها من المطبخ كل الموزة. على بالك موزة تشيكيتا. مشاهدينا مثل ما شفنا ان التقرير عطانا نبذة بسيطة عن ضيفنا، لكن خلنا نتعرف عليه اكثر وندخل بتفاصيل موهبته. اكيد معنا الفنان يحيى عبد الرسول. صبحك الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيك استاذ. صبحكم الله بالخير، الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. الله يعافيك أستاذ. من الأشياء اللي شفناها صراحة رجعتنا ذكريات جميلة، يعني حتى كنا قبل الهواء نتكلم يعني والتقرير شغار، أنا وإيمان تذكرنا أمور يعني جميلة، وهذه من الأعمال اللي أثرت في الشعب البحريني أتوقع. صح، ورسخت في البال. صحيح. فكلمني عن بداياتك أول شيء، وعن شلون الفن قبل، شلون بديتها؟ وخلني أقول أولاً أنا أشكركم على هاللقاء هذا. بداياتي طبعاً كانت بدايات عادية، يعني أنا كنت أول شيء في قريتي قرية المعامير، وكان المسرح عندهم شيء أساسي، يعني من سنة تقريباً من تأسيس نادي المعامير في 1961 هما في اللي سبقونا بالعمر، سبقونا كأعضاء، وما كانوا يمارسون المسرح في النادي بشكل سنوي، يعني تقريبا كل سنة يقدمون عمل والله عملين يعني. فكنت أنا أحضر عمري تقريبا 12 إلى 13 سنة، كنت أحضر المسرحيات هذه وأخذ منهم، أتمنى أني أشارك وياهم. إلى تقريبا بداية السبعينات، لا أنا تقريبا كان عندي إلمام بسيط بالمسرح وهذه، فكوننا فرقة بعيدة عن النادي، كنا احنا جيل شباب يتكون تقريبا من 15 شخص، كوننا فرقة بسيطة وكنا نعرض بعض الاسكتشات البسيطة يعني. كان عندنا يعني احنا في قريتنا دولاب بن كاظم، فكنا نعرض يعني نسوي لنا ستيج خفيف او بسيط ودي، ونعرض على مسرحيات
فترة العصر لأن لا إضاءة ولا شيء يعني. فكان يحضرون الشباب اللي من جيلنا يحضرون يشوفون هذه. كانت عندنا كان عندنا البحر، كان عندنا قطعة في وسط البحر، نروح لذي القطعة ونعرض بعض الاسكتشات البسيطة. فحسينا أن لا الجماعة دلين يحبون شيء اسمه مسرح، رغم أن احنا كانت لا نعرف شيء عن المسرح، لا أصول المسرح لا الإخراج ولا شيء، بس كنا حابين ذي الشغلة. الموهبة كنتوا تعرضونها في أي مكان البسيطة، لكن حب المسرح والعطاء فيها المجال. يمكن أستاذي خليني أسألك، اليوم العمل المسرحي يختلف كثير عن العمل التلفزيوني، لكن شلون تشوف المسرح الحين في الوقت الحالي؟ شلون تشوف المسرح؟ هل تطور؟ هل في وعي أيضا من قبل الجمهور أنه يحضر هذه المسرحيات ويستمتع فيها؟ وحتى بالنسبة حق فريق العمل يشتغل على المسرحية، شلون تشوفهم؟ هل يبدعون يعطون أعمال لها قيمة نفس المسرحيات اللي شفناها في التقرير؟ لا، هو طبعا الأعمال المسرحية القديمة لا زالت في الذاكرة موجودة. صح، أكيد لا زالت موجودة والناس تذكرها طبعا. الآن الأمور تطورت، الآن طلع جيل شباب متميز، والحضور الجماهير اللي يحضرون في الفترة هذه يمكن أكثر من الفترة السابقة. صح. وتعرض المسرحية إلى أيام إلى أشهر. ففي فرق يعني، لا زال ان المسرح البحريني صح يمكن الاعمال خفت وقلت، وهذه يمكن يرجع الى احنا عندنا تقريبا في البحرين يمكن 5 مسارح اهليه موجوده. صحيح. يعني كان الجزيره موجود بس ابتعد، الان اوال، قلقامش، الصواري، مسرح الريف، البيادر، 5 مسارح بس دلين مقلين حاليا، مقلين لاي ظرف، انا ما ادري الظروف بس مقلين في اعمالهم. بس الان في مؤسسات، صح، في جروب موجود يعني جماعه دلين بشكل سنوي، يمكن السنه ما حالفهم الحظ ان يقدمون اعمال بحكم الاوضاع فيروس كورونا وذي، بس لا بشكل سنوي يقدمون عملين وجمهور يحضر لهم يعني. فالمسرح في البحرين بخير، بس طبعا الاعمال قلت. الأعمال قلت بالنسبة حق قبل، لكن في حضور، الحضور في ازدياد، لكن الأعمال قليلة مقارنة. حضور متميز ويحضرون له من 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 جميع دول الخليج. صح. يحضرون له الأعمال البحرينية والأعمال البحرينية متميزة. وبعض المسارح لا إليها مشاركات حتى خارجية. أنا في مسرح الريف وكنت فترة رئيس مسرح الريف، طلعنا بأكثر من عمل إلى مستوى الوطن العربي وإلى دول خليجية شاركنا يعني. شو الاحتياجات اللي تحسها انك انت تحتاجها او نحتاجها هني في البحرين كننمي المسرح اكثر؟ يعني ممكن انت قلت انه شوي عندنا يعني امكانيات اكثر حاليا ولكن الاعمال قليله، شنو الاسباب تحس؟ شنو اللي نحتاجه؟ هو اذا انت بتحط العنصر الاساسي الماده. بس الماده ترى مو عقبه ابدا، اذا انت عندك جيل مثقف وفني وفاهم ممكن يخلق لك اشياء كبيره من لا شيء يعني. صح. الماده هذه كان قلت امكانيات بسيطه في بداياتكم لكن كنتوا تسوون اعمال كثيره. نعم. فيعني الان يمكن احنا اللي تنقصنا يمكن خشبه المسرح. يمكن احنا الصاله الوحيده الموجوده اللي عندنا الصاله الثقافيه. صح. الصاله الثقافيه هذه بالنسبه حق المسارح الاهليه الخمسه لان هي تتبع وزاره الثقافه، فاحنا ممكن نحصلها ونجدول الايام بين المسارح الخمسه ونعرض مهرجانات، نعرض اعمال مسرحيه على هذه الصالات. فالامكانيات موجوده، الطاقات موجوده، الاكاديميين المخرجين عندنا موجودين، بس تعرفت يعني الذي اسمه قضيه الامكانيات الماديه. شنو يقدم للفنان بعد انتهاء هذا العمل؟ هني صح. الطاقات موجودة. الطاقات موجودة والإبداعات موجودة. يمكن نفس ما ذكرت المسارح أيضا كثرت، لكن لو بسألك أستاذ أكثر بخصوص يمكن المسارح اليوم والخبرات، يعني أنت ما شاء الله اليوم تعتبر خبرة كبيرة في مجال المسرح وقدمت أعمال كثيرة وكلنا يمكن شهدنا عليها، إيش كثر مهم اليوم على المسرح اللي يدخلون مجال المسرح الشباب يأخذون من خبرتك عشان لو يحاولون يأخذون بعض المهارات يطبقونها اليوم في المسرح؟ لأن أتوقع أن هذا شيء مهم، فشلون تشوف هل فعلا في شباب بيون ياخذون من خبراتكم، يتعلمون منها، ياخذون نصايحكم ويطبقونها على ارض الواقع خلال هذه الفتره اللي طافت؟ هو شوفي الجيل الحالي بعضهم
يمتلك الموهبة من يوم هو صغير. بس هذا يحتاج إلى أن واحد يصقله يعني. صح. يحتاج أن هذا الفنان الصغير هذا لازم أن يطلع أو أن مثلاً يكون مثلاً عضو في مسرح من المسارح، لأن بعض المسارح تقدم ورش إعداد فنان إعداد ممثل، يحتاج هذا يعني. الموهبة وحدها ما تكفي. تحتاج الموهبة وحدها ما تكفي. تحتاج حق صقل. الموهبة موجودة، بالعكس إذا حصل أن مخرج أكاديمي يصقل هذه الموهبة لا يبرز. وعندنا ممثلين يعني برزوا. صح. برزوا على هذه على أساس إنهم يمتلكون الموهبة وحصلوا مخرج وانضموا إلى بعض المسارح واستفادوا من الورش اللي يقدمها للمسرح. أستاذ، أنت اعتد أن تسوي أعمال في رمضان، فكلمني عن الفرق بين التجهيزات لما تسوي عمل في رمضان أو خارج رمضان. أنا بالنسبة لي حق شهر رمضان، بالنسبة حق المسرح أنا ما أشتغل المسرح، لأن أنا عندي شهر رمضان هي الفرصة الوحيدة اللي أقدر أنا أتزاور. يعني هذه فرصتي الوحيدة اللي أنا أتزاور مع الأهل مع الأصدقاء. شهر رمضان هو إلى صح يعني تجمعات وزوارات. بس بالنسبة حق التلفزيون إحنا صادنا التجربة يمكن في مسلسل بن عقل اللي هو إخراج الأستاذ عبد الله يوسف. كنا نشتغل يعني من الصبح اللي تقريبا قبل أذان المغرب، لازم الحلقة تجهز اليوم عشان يعرضونا في نفس الليلة. في نفس الليلة ترجع تتمنتج في نفس اللحظة. وهذه يعني متعبة طبعا. أكيد. متعبة للممثل في شهر رمضان ويشتغل و طبعا هذه الحلقة تتعرض إلى سلبيات يعني. أنت مونتاج بسرعة 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 عشان تعرضها في نفس الليلة. غير لما يكون لا عندك مجال أن أنت تشتغل عمل قبل شهر رمضان بثلاثة شهور، وذي لا، العمل يكون متميز ويطلع بالصورة الحلوة والمخرج يأخذ حريته والممثل يتكيف، خصوصا لما يكون الجو لا لطيف يعني. أما لا، جو حار وشهر رمضان تعرض مشكلة صعبة يعني. اليوم أستاذ يمكن علاقة الفنانية بينهم بين بعض علاقة دائما جميلة، سواء كانوا الصغار بالسن مع الكبار، سواء يأخذون خبرات يعني اللي توهم داخلين المجال يمكن المسرحي أو المجال التلفزيوني، يأخذون خبرات من الكبار. ويمكن شهدنا هذه العلاقات اللي تجمع بين الفنانين، لكن أنا ودي أتكلم عن علاقتك بالفنان الراحل الله يرحمه الفنان المبدع علي الغرير. شلون كانت لو تكلمنا عنها؟ يعني أول الله يرحمه أبو خالد، الله يرحمه، علاقته مو مع يحيى عبد الرسول، يعني مع الصغير قبل الكبير. علي الغرير يعني ممثل نادر تحصله في هالوقت هذا يعني. صح. فقدانه ترى مو شيء بسيط يعني. شاركت وياه في اكثر من عمل، رجل مرح، دائما يترك اجواء جدا جميله في 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 اللوكيشن، محبوب من الجميع طبعا. وخير دليل يعني وفاته الله يرحمه. وانا لما رحت يوم ثاني على اساس التعزيه شفت المعزين الموجودين اكثرهم ما لهم علاقه بالفن. جمهور اللي حب علي الغرير من خلال مسلسلاته، من خلال مسلسل طفاش، ما لهم علاقه بالفن، بس من حبهم الى علي الغرير كانوا يحضرون. صح. بشكل يومي تعزيت، فترك أثر يعني، أثر ترك كبير. أثر كبير على يعني الصغار قبل الكبار. نعم نعم. علاقته بالفنانين طبعا هذا شيء مميز، لكن إلى الجمهور العادي جدا كان محبوب عليه الله يرحمه. فعلا يعني كان أبو خالد من الشخصيات المحببة لقلوب الكل، الكل يعني صغير وكبير وعوائل يعني الكل في كل بيت يعني. هو موجود في كل بيت. ننتظر حتى الشاشة. الله يرحمه بعد وفاته في رمضان متعنا في مسلسل حكايات ابن الحداد. يعني كان يعني وهو الله يرحمه مو موجود معانا، كان يمتعنا حتى في وفاته. كان المفروض يواصل ويانا الجزء الثاني، احنا بدينا في الجزء الثاني، بس هو توفى قبل بدايه الجزء الثاني، تصوير الجزء الثاني بثلاثه ايام يعني. هو توفى تقريبا افتكر 12/1 دي السنه. صح. وبدا المفروض التصوير 15/1، تاجل تقريبا اسبوعين على اساس انه وفاته الله يرحمه. الله يرحمه ان شاء الله. حبينا نشكرك الفنان يحيى اليوم على تواجدك، واكيد وجودك اكيد اليوم ذكرنا بامور وايد حلوه في الفن.
مشكور على حضورك. شكرا لك، وجودك اضافه للبرنامج. شكرا لك استاذ، وشكرا لتلفزيون البحرين، وانا سعيد بتواجدي معكم. احنا اسعد، والفن في البحرين ما ينخاف عليه ابد، ما ينخاف، عليه بوجودكم ان شاء الله ما ينخاف عليه. يعني اجيال راحت الله يرحمها، واجيال جايه ان شاء الله راح تقدم الافضل والافضل والافضل ان شاء الله. شكرا لك استاذ، يعطيك العافيه. ان شاء الله يعطيكم. وصلنا لختام حلقتنا، ما شاء الله مر الوقت بسرعه وما حسينا فيه. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا، نلقاكم ان شاء الله باكر في حلقه جديده. مع السلامه. مع السلامه.